ذكي. حضرت لك محاورة؟ والله اني حضرت بس ما اذكر. ما والله ما يلبسه. ينزل ابيت محاور نزل. والمسبحة مع الشاعر، العصا مع الشاعر. انا العصا، العصا ذي ترى العصا يا عيال. بقول لكم معلومة صدق، تدري ان منبر، منبر الخطبة وش يعني ليه حطوه خشب وبدوا يتوارثونه؟ تدري ان علم نفس انه يتفرغ الطاقة. صحيح، علمت انا بها انت وعلمنا بها سيد الحارثي. ترى تكلمت فيها اول برنامج اللي اذكرها مع العيال، اظن ما كنا على الهواء. ايام عصاي قالوا ليه تطلع؟ قلت ايوه عصا كراس الحصان. ثاني يوم حقت الخير. نعم. قلت عيال انا عندي موضوع بتكلم فيه وابغى العصا معي. قالوا ما ادري ايش. قلت لا لا ابدا، اول ما دخلت وقف كان مستعجل. قلت ابغى اقول لكم معلومه، تدري ان الخشب يفرغ الطاقه السلبيه اللي في الانسان؟ عشان كذا المنبر خشب. وداي عمر بن الخطاب كان دايم عصا في يد فلان فلان، واظن جاء بعدها بفتره قال عيال والله انا سعيد تكلم فيها سيدي. سيد الحارثي جاء وقف على الجدار قال الحين لو تكلمت انت موجود. ما ادري. قال العيال اذكر لي طاقة، طبقة الأوزون يشرح المستقبل. إيه أنت وثامر وبسام. صح. وقف على الجدار ذا، تكلمت أنت عنها. قلت زيد حرشت. وجا وقف على الجدار ذا وحط يده قال أنا الحين أفرغ. فرغ طاقة سلبية. خلاص طاقة سلبية تروح في الجدار بأي شيء صلب، سواء عصا، سواء كانت منبر، سواء كانت أي شيء. تطلع منك. لأن عدلها اسم متلازمة مدري إيش، إنها تقعد تدور في الجسم. ما تعين لها مخرج، حط اي شيء صلب خليه يغادر. اشهد اني ارتاح اذا هي معي. انت اذا جيت تلقي القصيده مثلا بدون عصا، قسم بالله اني احس ما لها اي لذه. بس لو جيت بالعصا تاخذ ثقه. نعم، لانك جالس تفرغ. سواء لو بالله اتكلم في موضوع مثلا، لو بالله لو انصح نصيحه ودي ان العصا معي. قلت هذاك النهار، قلت انا بعد مرات اذا صرت لي في امسيه وانا صادق اول، ليش انا عندي امسيه اسمي ما بعد الدعوه. انت صح. ما انت فضل احس اني فيني هرمون الانداس اسمه. قالوا معك، قال لو انك في الحركه هذه مسكت اي كرسي اي حاجه اي شيء صلب انها راح. صح. خصوصا من السنه انك تاخذ معك عصا وكذا من السن. رسول الله السلام يعني عليه الصلاه والسلام. عمر الخطاب كانت في معه عصا اسمها الدره اتوقع، دايم معه عمر الخطاب. يا عري عجيب الله رضي الله عنه. حفصة بنت عمر خذ الرسول عليه السلام. سعال حفصة بنت عمر قرأت قصة يا رجل اقسم بآيات الله يا ذا العهد اللي قطع عمر بن الخطاب الى الان 1400 سنة والعهد ذا الى يومك الحين ماشي. كانت غرباتها بجنب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن محمد في المدينة. يوم جاءت التوسعة كانت وين يعني تخيلها، كانت في جنب قالت توسع لازم نحن يوسع المسجد، يوسع المسجد لازم الغربة هذه تنشا تنشا. يعني تخيل عيت قالت لا تشلوني من 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 غرفتي. يعني تخيل ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقد معها بها حجرتها، حجرة شريفة كيف تنازل منها بالسهولة هذه؟ المهم جاوها 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 حكوها ومنها قال خلاص بنعطيك غرفة واحد من اخوانها مقابله دريشاتها تفتح وين؟ على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري الى يوم كذا والدريشه عادها فاتحه لها 1400 سنه والدريشه عادها فاتحه لها. يقول لك هذا اقوى عهد عطاه عمر بن الخطاب. تخيل يقول لك دريشه الى يوم كذا للان هي فاتحه. في امور ثبتت مثل يا رجل شيء شيء اصلا وقف عثمان بن عفان. اي لا الى الان شغال بيرحى استوقف شيء معين وصابه نخل الى الان الى هي في مزرعته من ورثته الى ورثته الى ورثته. يقال وانا والله ما ادري عن صحه المعلومه ان الصحابي الوحيد للحسابات في البنوك السعوديه عمر الخطاب الحساب بنكي ذا عثمان بن عفان. الله ايبان ورقم حساب. انا اقول عثمان بن عفان ما اسمه. ليه؟ لانه وقف من 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 ناس في ناس. شوف كم له 1400 سنه شغال الى الحين. شوف واحد من الصحابه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع في خير. قال يا رسول الله انا عندي 7 بيار وانا احطها من 7 البيار اللي شرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالبركه اللي هي بيرحه. مضبوط؟ حلو. المهم جات التوسعة بير ومحلها توضى منها الرسول شرى منها وكانت عند المسجد. عند المسجد
قالوا هذه من بعد من ضمن اللي قالت هذه كان لازم منها تقفل البير دي علشان التوسعة. تخيل بير قال لا من الصحابة ما عندي مشكلة. الحين بين بوابة 21 وبين بوابة 22 في المدينة المنورة في المسجد النبوي تشوف ثلاث دوائر. هذه كانت البير بير حاء موقع على الحين إلى الآن موجودة بس إنهم حطوها علامة لأن هذا موجود بير حاء ثلاث دوائر بين عمود 21 بين بوابة 21 بين بوابة 22. شوف كيف علشان ما ينسى الشيء. شوف عند الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم شارب منها ودعي لها بالبركة يقول لك أنها كانت تمشي ما توقف. يا وجهة في أمور متسلسلة مثل سدنة الكعبة اللي معها مفتاح الكعبة إلى الحين. إيه هذا إلى الآن لا يؤخى إيه موجود معهم حتى حكومتنا حتى تعاملهم معهم. تدري أبو عبد الله فيه الآغات قريت عنهم قبل رمضان السنة دي وشفتهم. شوف زيارة محمد بن سلمان للمدينة ما نستقبله ترى لو تشوف صورة واحد منهم الأغاد ذولي بس خلي عندي بس الأغاد ذولي وش مهمتهم ترتيب المسجد النبوي والحرم بس تنظيفه الزيارات هم يكونون أول ناس يستقبلون مفاتيح المسجد معهم لهم أمور واجد خدمة المسجد كامل وهم عائلة مثل ما تقول مجموعة معينة إلى الحين معهم لهم مكان في المسجد لهم صور ترى يمكن ناس ما يعرفون أنا موجودين لهم لبس معين تدري إني ما دريت اللي هم اللي معهم مفتاح الكعبة اللي متى شفتهم يعني هم مقلين يعني ما هم اللي معهم مفتاح إلا السنة يعني فيه ناس عثمان بن عفان من الأشراف يعني فيه ناس يعني مع معهم